عنده تشكيلة نوعا ما فيها من اللاعبين الشباب، ثلاثة لاعبين من منتخب الشباب أساسيين، وهذا يعطينا مؤشر الترجي أيضا ينظر للمستقبل. لكن في مباراة اليوم دائما الواقع المباراة وقوة كل فريق تكمن في اللاعبين اللي فوق الميدان. صحيح أنه الترجي بالعزيمة بالخبرة قادر أنه ممكن أنه يحد من خطورة نادي الاتحاد، لكن نادي الاتحاد حسب اعتقادي مطالب أنه يبرز كامل إمكانياته. اختيار عدم إجراء أي مباراة ودية أثناء التحضيرات هذا أيضا تشكل نقطة استفهام. ممكن أنا كمدرب من نفهمها أنه يحاول أنه يتدرج بالمستوى بمرور البطولة، أنه يوصل للمباراة السابعة نظن وللفاينل يكون في أحسن استعداداته. هذا يعطينا مؤشر لأنه قد تكون المباراة الأخيرة هي مباراة الأهداف. تصدق مناف لو تذكر الموسم الماضي نونو سانتو كان تصريح أعتقد بعد الجولة العاشرة والتاسعة، كان في فترة توقف، فقال الآن بعد ما كان يجرب الخمسة والثلاثة والأربعة وكذا، كان يقول الآن بديت يعني بدينا نوصل لنضجنا شكلنا اللي نبغاه بعد عدة تجارب. هل هذا يجوز أصلا أن تجرب مع بداية موسم مع بطولات رسمية كبطولة كأس الملك سلمان مثلا اليوم؟ لا أنا أتكلم للجماهير المحايدة طبعا. صحيح. بيشوفوا طبعا محبين مثلا عشاق مدريد بينتظروا من مثلا بنزيما ايش حيقدم في المباراة. بنزيما والمغربي حمد الله المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو خارجي 25. إذن انطلاقة المباراة بنجومها الكبيرة أولهم مرعبهم حمد الله الرومارينو يتحرك فريق الاتحاد كرة لطارق حامد رومارينو يعدي المخالفة حكم يخلي مبدأ تحت الفرصة رائع كريم بنزيما وتدخل دفاعي تاوت الترجي الضغط سعودي العميد بأقدام من حد الاتحاد والهدوء الذي يسبق العاصفة حمد الله سموت تعدي الكرة مدر العليان كريم أو حمد الله في هذه الكرة ترجم تراب الكرة في عمق الدفاع ويسير مريح حمد الله القناص المغربي 21 جول أكيد بحضور كريم بنزيما ومن الله ممش الحارس الثالث للترجي أصبح الحارس الأول بعد مرور 12 دقيقة لعب كرة ضاعت فرصة أخرى كريم بنزيما بقميص رقم 9 بأقدامه الذهبية حارس مرمى سابق في أندية كورونيا الإسباني أوساسونا في إسبانيا كما حرس مرمى دينامو موسكو الروسي وإف سي بورتو البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو يصل الكرة كريم بنزيما يتحرك إيمان رويعاتي رومارينو كريم بنزيما من جديد طرح كريم بنزيما حامد كريم هو خامس أكثر من لاعب مباريات في تاريخ ريال مدريد كريم بنزيما في هذه الكرة كريم بنزيما ورايعة من عمره
الى حد الان مباراة حامد بنزيما يعادل مارينو كريم كريم بنزيما حمدان المتاخر رومارينو كريم بنزيما اكيد جماهير الاتحاد غير تعود الكره الكريم بنزيما بنزيما يراوغ يوزع وحمد الله جول حمد الله جول في الميعاد يا حبيبي في الميعاد بنزيما في التوزيع حمد الله في الشباك هو الفتاك حمد الله المغربي حمد الله المتعدي لا تلف ولا تدور مع النمور العميد كالعادة حديد في حديد بالسعادة الكبرى كريم بنزيما متحرك بنزيما تدرج بالكرة كريم بنزيما لليسار بمسعود انتقال الكرة كورونادو رائعة شوف المنظور بقيادة لسعد جردة الشابي لما فاز الاتحاد هذه المرة يريد العميد تكسير الجرة أومارو جرداني بالمناسبة رفض تدريب الاتحاد المنصري اليوم نونو كأس العربية كأس الملك سلمان أربع دقائق وقت بدل ضايع الحكم الإماراتي عادل النقبي على نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1 كونو كانتي في اول لمسه للكره الاتحاد عبد الرزاق حمد الله كريم بنزيما بنزيما ايغار كورونادو كره ممتازه لفريق الاتحاد بنزيما حمد الله ضربه مرمى لامان الله ميمش كورونادو يوسف الاثناء بنزيما بنزيما عالمي 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 بنزيما العالمي كرة ما تمش من زمن العمالقة كرة غدارة كرة نارية لأصحاب الكرة الذهبية هذا هو كريم بنزيما نار 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 يا حبيبي نار مش ملقاش كرة ما سماش سرعة بالإيقاع حمد الله بقيادة كريم بنزيما هذا هو الهدف العالمي لكريم بنزيما أمل الله مش بدون اي خمسه لاعبين من الاتحاد في الجناح الايسر كريم بنزيما ياخذ الاسبقيه بنزيما يفتكر قادر على احداث الفارق في كل رديات المباراه يستعد للدخول ورقة ضاربة أخرى سرع العمري سيأتي بعد لحظات في مكان كريم بنزيما خروج الثنائي رومارينو بنزيما